بسم الله الرحمن الرحيم. يا كنز العظيم من كنوز السنة لا يعلم أكثر الناس، روى البزاز بإسناد صحيح من حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: انتهى رجل جاء رجل إلى الصلاة، فلما انتهى إلى الصف قال: اللهم آتني أفضل ما تؤتي عبادك الصالحين. فلما قضى رسول الله الصلاة قال: من المتكلم آنفا؟ قال: أنا رسول الله. قال: إذا يعقر جوادك وتستشهد. كنز عظيم من كنوز السنه الدعاء ده. لو انك قلت هذا الدعاء مخلصا النيه محتسبا ان ترزق الشهاده، ترزق الشهاده ان شاء الله. ويا ريت نكسر منه في الصلاه وانت داخل في صلاه الجماعه، لان الراجل الصحابي قالوا في هذا المقام لما انتهى للصف راح قال الدعاء. فلما قضيت الصلاه الرسول سال، معنى كده ان الكلام ده كان قبل الصلاه او ساعه اقامه الصلاه، والله اعلم الحديث مش بيبين بالظبط امتى. فلما تخش الجامع، وتيجي في المكان اللي انت هتقعد فيه قوله. لما تقام الصلاه وانت واقف في الصف ارفع ايدك وقوله قبل ما تكبر. المراه في بيتها وهي برضو قبل ما تقف او هي واقفه على السجاده قبل ما تصلي تقول: اللهم اتني افضل ما تؤتي عبادك الصالحين. مهم قوي استحضار نيه الشهاده في سبيل الله. انا بقوله عشان نفسي استشهد في سبيل الله، لان ما فيش حاجه تؤتى ليس هناك شيء يؤتيه الله سبحانه وتعالى الصالحين افضل من الشهاده في سبيل الله، افضل من الشهاده في سبيل الله. فيا ريت نحافظ على هذا الدعاء مع استحضار النيه، استحضار نيه الشهاده في سبيل الله. اقول قولي هذا، استغفر الله.